فئة الشباب من أهم الكوادر التي تسلط دولة الإمارات عليها. هذا النهج نشاهده في أديبك، حيث تم تخصيص جناح بالكامل لهم في رؤية لتعزيزهم بالمعطيات والمهارات اللازمة لسوق العمل. هيا بنا نتعرف على يونغ أديبك. يشارك جناح أدنك اليوم في معرض شباب أدبك الذي يقام على هامش معرض أدبك الدولي كجزء من برامج المسؤولية المجتمعية للشركة، ومن خلال هذا الجناح نسعى لتثقيف الشباب، تعريفهم بالمستجدات التي ستؤثر على حياتهم المهنية في المستقبل من خلال أمثلة واضحة وواقعية مستمدة من عملياتنا الصناعية التي نديرها في الوقت الراهن، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاقتصاد العالمي وأخيراً الهندسة المتقدمة في هذا المجال. كانت تجربة وايد جميلة وتعرفت على هندسة البترول أكثر وعلى الاقتصاد العالمي أكثر. أكثر شيء شدني إن أنا حابة أكون مهندسة طيران، وهالمعرض عن الهندسة بشكل عام، فحبيت أتعرف أكثر عشان أقرر نوع الهندسة اللي بصيرها في المستقبل.